تقول: ما حكم من صلى إلى غير اتجاه القبلة منحرفا قليلا ثم تبين له بعد انتهائه من الصلاة؟ الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المغرب والمشرق قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم، وكذلك بقية الجهات. الانحراف اليسير لا يضر، لأن الذي لا يرى الكعبة، لا يعاين الكعبة، يعذر في الانحراف اليسير. أما الذي عاين الكعبة ويراها فلا بد أن يستقبلها. نعم.